طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني مساكم يا الغالين، أحلى مساء لكل مستمعينا ولكل أحبة إذاعة موجتنا، موجتكم السعودية. ألف ألف أف أم رح أكون متواصلة معاكم أنا أمين العبدالله خلال طاقات بلا حدود اللي بيطل عليكم على مدار أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدى ساعة كاملة من الساعة 12 إلى الساعة 1 الظهر. أكيد الشكر لزميلتي سهى النجار اللي دائما بتطل علينا بصوتها وبأخبار ألف ألف أف أم التي دوما تأتيكم على رأس الساعة. بالنسبة لطاقات بلا حدود اليوم رح يكون موضوعنا عن أثر التوثيق في دفع عجلة الاقتصاد، وحول هذا الموضوع راح يكون معايا المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق حمود الإبراهيم. اللي حابين يطرحون أي سؤال أو أي استفسار أو تاخذوا مني أي مشورة سواء بموضوع اليوم أو بأي موضوع آخر، كل عليكم بس أنكم تتواصلوا معايا على أرقامنا التالية عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 84-7700 وموبايل على 640-660 وزين 746-2622. كل حابين يتواصلوا معنا بشكل مباشر، كل اللي عليكم انكم تتصلون على الرقم 012-61-61-100. ايضا لا تنسوا انكم تشاركوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على الف الف اف ام وتامين العبدالله. ومثل ما قلت لكم حول هذا الموضوع معايا المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق حمود الابراهيم. يسعد مساك دكتور طارق. الله حياك الله، يسعد امينة، يسعد مساك، يسعد مساء جميع المستمعين. موضوع حلقتنا اليوم عن أثر التوثيق في دفع عجلة الاقتصاد. يعني في ناس ممكن كثير الحين دكتور طارق بيقولون إيش تقصدون بالتوثيق أو إيش يقصد دكتور طارق بالتوثيق، فخلينا في بداية الحديث نعطيهم شنو نقصد بكلمة التوثيق. نعم، بالنسبة للتوثيق طبعا خليني اختصرها أقول هو عمل كتابة العجلة. طبعا معناته احنا في عندنا جهه شرعيه او جهه قانونيه معتمده بتقوم بالتحقق من صفه اطراف العقد، تحقق من مشروعيه العقد وتضفي عليه المشروعيه بتوقيع الاطراف وتوقيع الجهه دي عليه. نعم، زي مثلا زي لما نقول عقد الوكاله الشرعيه، نصدر وكاله من شخص، فليه انا ممكن اكتبها في البيت صح؟ بالضبط، انا اروح لكتابه العدل عشان اصبغ عليها المشروعيه. زي الإقرار مثلا، زي الوصية، زي البيوع، بيع العقار، عندي أرض ببيع. فهمت، أنا بروح لكتابة العدل عشان يتأكد أنه فعلا البايع هو طارق وأن المشتري مثلا هو الأستاذ أمينة وأن القيمة كذا. نعم، يعني المقصود أنه بعد اعتماد الموثقين ممكن، يعني هل ممكن أنه يعني حتى الإجراءات ممكن نوثقها عند المحامين مثلا؟ نعم، بس خليني يعني أوضح جزئية بسيطة. يلا تفضل. ايش الفكره اللي احنا بنتكلم عليها اليوم؟ طبعا حيقول لي احد انه المحاكم وكتابه العدل بتقوم بهذا الدور، يعني انت من تجيب شيء مختلف. انا اللي بقوله انه وزاره العدل مشكوره في مقابل التطوير اللي هي بتسويه وفي قفزات بتسويها صراحه تشكر عليها. من هذا الباب ظهرت لائحه التوثيق، تكلمت عنها الصحف، تداولتها المواقع، بدأوا تشكيل افتكر يعني من بعض المصادر المقربة للوزارة بتشكيل اللجنة الخاصة باعتماد الموثقين. ماذا نقصد بموثقين؟ نقصد انهم ناس غير الموظفين الحكوميين من القضاة السابقين او من المحامين ومن لديهم خلفية قانونية وشرعية. وهذول الاشخاص حيكون له اسم مستخدم ولو رقم سري موجود في وزارة العدل. حلو، وبالتالي انا كشخص ابغى اسوي وكالة مثلا، ما بدي اني اروح لكتابة العدل، بروح لهم لهذا المحامي هو بيسوي الوكالة. انا يعني بس نعم يا دكتور طارق، يعني قبل هي كانت المفروض يروحون لوزارة العدل صح او للمحكمة؟ ما كان في الا كتابة العدل بس. هذا قبل كان المفروض لازم انهم يروحون عند وزارة العدل علشان يوثقون الوثائق فيما بينهم. الحين يعني ممكن عند المحامين يوثقونها. بالضبط، بس يجب ان يكون المحامي ايش؟ معتمد كجهة توثيق، يعني يجب انه يجتاز المتطلبات اللي تحدها وزارة العدل
ويجتاز المقابلة الشخصية المطلوبة وبالتالي يصبح موثق. وبعد يكون موثق خلاص يبدأ يكون له الحق في التوثيق في يعني واي محامي بعد دكتور طارق كيف؟ مو بأي محامي ممكن يوثق لا مو أي واحد يعني هم حريصين على وضع معايير معينة بحيث أنه مو كل شخص لأنه كمان أي تجربة أنا بنخوضها في الأول يجب أن نحن إيش نخوضها بهدوء حتى لا نتسرع فيها قد تنتهي يعني عشان نتلافى إذا كان في أخطاء في النظام إذا كان في أخطاء في التطبيق أن نوجه نقيم نعم من خلالها نحقق الهدف المنشود صحيح. طيب مثلا عقود الإيجار المنازل البيوت هذه ممكن بعد أنها تتوثق دكتور طارق ولا هذه المفروض رح وزارة العدل يعني إيجارات العقود مو بس إيجارات المنازل. طيب أنا بس أستاذ أمينة في جزئية جدا هامة يمكن احنا ما تكلمنا عليها قبل ما نتكلم عن العقود المنازل اتفضل. طبعا الناس حتتعرف حجم الأثر إذا ربطنا ما بين التوثيق والتنفيذ كيف عندنا نظام التنفيذ. طبعا احنا عندنا نظام المرافعات التقاضي وعندنا نظام التنفيذ لتنفيذ الأحكام. طبعا أنا أديك مثال. أنا لو عندي مستاجر، أنا لو متعاقد مع أحد في شركة، أنا لو عندي أي عقد بسوي مع شخص والطرف الآخر أخل بهذا العقد، ملجأي إني أروح المحكمة سنة سنتين ممكن أصدر أصدر الحكم وبعد كذا أروح للتنفيذ. لكن إذا كان العقد حقي موثق شرعا أنا ما أذهب للمحكمة خلاص، أنا أروح مباشرة للتنفيذ. حلو، يعني اختصار وقت. اختصار وقت دكتور طارق جدا. يعني أنا أديك مثال قضية الإيجار، عقد الإيجار كثير من الناس اللي أو عقد إيجار مكتب أو سكن إذا حصل خلاف ما بين الأطراف بيروحوا فين؟ بيروحوا المحكمة. يعني خلال سنة ونص تنتهي القضية وبعد كده بتوجهوا للتنفيذ يا أستاذة أمينة. طيب فما بالك إنه أنا بتوجه للتنفيذ من بكرة إذا عندي حل. طبعا يختصر وقت، يعني يختصر جهد كبير جدا وأخذ حقي. لا, لا, لا لا لأنه نظام التنفيذ لما جاء أتكلم في المادة 9 فقرة 5 عد من بين المستندات التنفيذية عد المحررات والعقود الموثقة. إذا أنا في الحالة ذي لما نقول المحررات والعقود الموثقة بتكلم عن عقد تم إبرامه وأنت الجميع أثاره في نفس الوقت. نعم. ألو أي معك أستاذ أمين. طيب خلينا نروح على خلينا الحين من عقود الإيجار هاي سكوك العقارات. بالنسبة للعقارات أيضا ممكن بيحب بنفس الطريقة دكتور طارق؟ نعم، إذا كان الصك إلكتروني طبعا مو صكوك مكتوبة باليد. إذا كانت الصكوك إلكترونية من الممكن جدا أن نروح نسير بعدين للموثق وتتم المبايعة أمامه، أو أن الموثق ينتقل لي للبيت وتتم المبايعة أمامه عادي في النهار في الليل في أي وقت. حلو دكتور. يعني أول الناس مقيدين فقط أنه يتوجه إلى كتابة العدل بس لا، يعني بعد اعتماد التوثيق الناس هيكون لهم الحقية في أن يراجع أي موثق يفون في أي وقت. نعم. طيب أنا حطلع فاصل دكتور طارق لك رح نرجع أن نواصل معك. خلينا على السرعة أذكر بأرقام تواصلنا اللي حابين يطرحون أي سؤال أو استفسار على الدكتور طارق حمود الإبراهيم المحامي والمستشار القانوني. شاركونا على أرقامنا المعتادة اللي حابين يطرحون سؤالهم عبر الـ SMS مشتركي الـ STC على 84-7700 وموبايل على 640-660 وزين 746-62. أي سؤال أو أي استفسار أو أي مشورة حابين تطرحونها على الدكتور طارق أكيد راح نلبيها إن شاء الله بعد ما نخلص موضوع اليوم. أيضا بإمكانكم لكم تتشاركوا معنا على خط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100 ولا تنسون أيضا على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أم وأتمين العبدالله. أميرة المالكي شكرا لك يا أميرة فديتك، شكرا لك على الكلام اللي حضرتك كاتبته، وأكيد أيضا كل الشكر لكل اللي قاعدين يرتبطون لحلقة اليوم. أشكركم من كل قلبي، موسى البوشي، سعدية نذير، ومنه بعد خليني أشوف الأسماء اللي رتبطوا ما شاء الله، دكتور أحمد صديقي، وراشد رضوان، ملكة بندر جفري، سعدية نذير، أنس كلينتون، إيل عمودي، السيد خضر، ومشاكس فهد الغريبي، وأنا أمين العبدالله. رح نطلع فاصل سريع لكن أكيد رح نرجع نواصل معكم مع طاقات بلا حدود، فابقوا معنا. طاقة.
طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبد الله. رح أذكركم مرة ثانية إن موضوعنا اليوم عن أثر التوثيق في دفع عجلة الاقتصاد، وعرفنا شنو التوثيق وشنو المقصود إن بعد اعتماد الموثقين هل يمكننا إن التوثيق أيضا نجري عند محامين. السؤال الأخير أنا رح أطرحه على الدكتور طارق، عقبهم رح نفتح لكم الاتصالات. دكتور طارق، يعني أثر التوثيق في قطاع الشركات بالذات، يعني بالتحديد قد إيش أثره؟ أثر كبير جدا يا أستاذ أمينة، كبير جدا. يعني الآن أنا أتكلم عن المنشآت الصغيرة وحتكلم عن المنشآت المتوسطة، المنشآت الكبيرة ما عندي مشكلة معها. المنشآت الصغيرة احنا بنروح الموضوع، احنا بنروح لمحامي بناخذ استشارته، فالمحامي بيقول لنا يعني انتم سووا شركة، اعملوا وسووا الى اخره. الناس بتستثقل، يا الله انا لسه باقي اروح اراجع وزارة التجارة، بعدين اروح كتابة العدل، وممكن تكون زحمة، على الرغم انه صراحة الامر تطور كثير، لا من حيث وزارة التجارة والصناعة مشكورة، ولا من حيث العدل بالنسبة للشركات امانة. يعني كنا نقعد شهرين عشان نوثق شركة واحدة، طيب الآن بنوثقها ممكن في خلال أسبوع وأقل أو ثلاث أربع أيام. طب ممتاز، هذا إنجاز يشكرون عليه. يعني زي ما كنا بننتقد زي ما بنشكر الناس، طيب ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. طيب فلما نيجي يقول لهم المحامي لا أنا أسوي لكم العقد وأنا حوثقه الآن. طب ممتاز دكتور، فنكون قطعنا شوط كبير جدا. طبعا الأشياء الآخر الديون، أنا بقترض منك بضاعة، أبغى أشتري منك بضاعة وبدفع لك بالأجل، أنت خايف إني أنا ما أوفيك، تبدأ تطلبي مني سنة، تبدأ تطلبي مني شيك، وتبدأ ندخل في أمور كثيرة، صح؟ بالضبط. طيب أنا ممكن أروح للشخص الموثق وأقول له خذ إقرار طارق أنه أخذ مني بضاعة وأنه قيمتها نص مليون وأنه حيدفعها لي بعد ثلاثة أشهر، وأنت توثق لي إياها. خلاص وأنا أختم إيه منتين. بس كذا ما حتطلب أنت أكثر. لا لا يعني حيرتفع سعركم. لا لا بالعكس، بالعكس. لأنه حياته عدد كبير. يعني أنا أديك مثال. خير مثال لها مأذون الأنكحة. ما أنا ممكن أبرم عقد النكاح في المحكمة، عندي محكمة الضمان والأنكحة قائمة. طيب بس المحكمة أذنت لأشخاص بأنهم يثبتوا عقد النكاح. ممتاز. اللي هو اللي هو اللي هو اللي ما حد يعرفه إنه عقد النكاح هو أوثق عقد في الشريعة الإسلامية. صحيح. أوثق وأكبر عقد، فكل العقود هي بعده. فمن باب أول إنه ممكن توثيقها، فهذا حيسهل حركة التجارة البينية بين التجار بين صغار المستثمرين، حيديهم مجال، لأنه أنا بثبت حقي بضمن حقي بسيطة يا أخي، بنروح عند الموثق خمسة دقائق تقر قدامه أنك أخذت البضاعة وانتهينا ويلا كمل شغلك. بالضبط، بدل ما بعد يروح من محكمة، بدل ما يروح يجي ونتأخر ونأخذ شيك منه ونأخذ سنة الأمر. ثاني شيء أثروا على التجارة كبير جدا. ليش؟ شنو أثر حيكون؟ لأنه أنا عندي الدوام الحكومي ينتهي متى؟ الساعة 2. بالضبط. صح؟ ما في أحد بعد الساعة 2. إذا افترضنا أنهم داوموا تماما الساعة 2 انتهينا. وكتاب العدل أحيانا يضغطون لأنه عددهم محدود مهما كان، وحيانا في ضغط يجي زي مثلا تجي عملية تعويضات، عملية منح، الناس تبغى تسوي وكالات قبل السفر، تروح كتابة العدل يكون عدد مهول. بس المحامين واللي حيكونوا موثقين مدومين صبح وليل. حلو. فصار عندي دوامين. لا تنسي ان هذول لما يشتغلوا حياخذوا شريحة اصلا من حقهم كتابة العدل، اللي بيروحوا كل يوم في الصبح خلاص يقول لك ما في داعي اروح. ما في داعي، ما بتقطع رزقهم اجل دكتور طارق حقين. لا لا لا، هم كتاب العدل موظف حكومي بيتقاضى اجره من الدوله، صحيح؟ طيب اوكي، هو حيشتغل بس بياخذ حتى على التوثيق هذه الاوراق. لا لا لا، كتاب العدل ما ياخذ، ما ياخذ. لا لا، هو موظف حكومي، هو بيمارس عمله باجر يتقاضاه شهريا. حلو. طيب. لكن الان انه انا بفتح مجال، تخيلي انه ممكن يكون التوثيق 24 ساعة، انا عندي محامين ممكن اتواصل معاهم، عندي اقرار حصل، لنفترض انه ناس وصلوا الى صلح، تعرفي جلسات الصلح هذه قد تمتد لواحدة اثنين ثلاثة الفجر. صحيح. تمام، يقولوا نبغى نوثق الصلح هذا الان قبل ما يخرجوا من هنا وتتغير النيات. بالضبط، نجيب الموثق ويوثق. ويوثق. في معانا واحد من اخوان دز، هو الاسبوع اللي طاف وامام دانا، راح اقول ان شاء الله عفوا اخوي ابو عناد، راح اقول موضوعك لكن بعد الأذان. نعم. طب العقود مثلا، حين أنا جايتني شركة خارجية مثلا، خلينا نقول على سبيل المثال من لبنان، وطرحين علي عمل. نعم. بحيث أني أكون نكون شركة، أقدر أوثق عندك كمحامي ممكن أوثق عقد الوكالة، عقد الوكالة التجارية اللي بيصير ما بين الشركة بأوثقه قبل ما أخذه للتسجيل في وزارة التجارة. أوكي. يعني تعرف حجم التوثيق، أنا فرحان به. أنا في حال إقرار اللائحة هذه وتصديرها زي ما سمعنا، وأنه حيكون للشخص اسم مستخدم ورقم سري، إحنا كذا بنكون قطعنا شوط كبير جدا في مسألة التوثيق،
بل إن تجاوزنا المرحلة دي بكثير حتى عند كثير من الدول المجاورة ودول العالم. حلو. لأنه أنا لما يكون عندي اسم مستخدم ورقم سري وبحط رقم السجل المدني حق سي من الناس، أنا بنفذ إلى النظام، فلو كان مطلوب لو كان عليه ملاحظات حيبين عندي على طول. حلو. مو بس إني أكتب للناس وأوثق لهم بدون ما أعرف إيش خلفيات الموضوع. حلو. حشمل العقارات، حشمل أشياء كثير. حلو. إحنا رح نطلع فاصل دكتور طارق، لكن رح نرجع نواصل معكم مع مستمعين الكرام. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. الله بالخير وعساكم على القوة. رحب مرة ثانية بكل أصدقائنا وأحبتنا اللي معانا من بداية حلقتنا اليوم، وأيضا كل اللي انضمونا بهذه اللحظات. أذكركم أن موضوعنا اليوم كان عن أثر التوثيق في دفع عجلة الاقتصاد، وحول هذا الموضوع مازال معاي بالاستديو المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق الإبراهيم. فكل اللي حابين يطرحون علي أي سؤال أو حابين أي استشارة أو عندكم أي استفسار، حابين سواء كان في موضوع اليوم أو في أي مشكلة أخرى وحابين تطرحونها على الدكتور طارق، كل اللي عليكم أنكم تتواصلوا معي على أرقامنا التالية عبر الأسمس مشتركين الاستيسي على 84770، موبايلي على 640660، وزين 7462622. وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. وإذا لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@FFM وأتمين العبدالله. واللي ما رتوت يرتوت. يلا يا شموسة. وشكرا يا نهاي، أنا جدا سعيدة أني شفت اسمك. رح أشكر كل رتوت ومحمد العلواني، دحوم بدر البدور جبروت الحربي، وإيطالي متغرب، وأيضا شموسة حامد مجرشي وعاشق السفريات. دكتور طارق، إحنا رح نبدأ نأخذ المشاركات الهاتفية. أبو عماد شكرا لك أيضا عبر الاسم اس. رح نبدأ نأخذ المشاركات الهاتفية. نعم. ولحب تقفل الموضوع. لا أنا بس ما عندي تكفيل الموضوع أكثر من أني أقول أنه هذا حيكون له أثر إيجابي جدا. ممتاز. أنا متطلع جدا ومنتظرين تفعيله من مقام وزارة العدل إن شاء الله. دكتور معالي وزير العدل محمد العيسى، يعني رجل متفاعل وما شاء الله، يعني قاعد يحقق قفزات إلكترونية في مجال في هذا المجال. أتمنى فعلا أنه إحنا نكون نشوف موثقين، نشوف ناس بيتعاملوا بهذه التقنية وبيسهلوا احتياجات الناس. الهدف في الأخير هو تسهيل احتياجات الناس. أكيد، طالما أنه خلاص يوثق بنفس الوقت يبدأ يعني هذا شيء حيكون قفزة كبيرة جدا. أكيد. وحيعكس أثر إيجابي. نعم، ويختصر يعني حتى الوقت الزمن بيختصر. فبصراحة صراحة لهم كل الشكر والتقدير. أكيد. طيب سارونا، شكرا لك يا سارونا. أنا وايد يعني بالورد اللي أنت قاعدة تحطينه. الدكتور يتكلم وعيني ترى على الشاشة قاعدة طالع، حب الورد حيل. الملكة فاطمة وعلي اليمن وأحمد اليافعي، كلكم يسعد لي مساكم. يلا ونبدأ. طيب في انا قلت لك الاسم تحت الهواء حق. نعم. احد الاخوان اللي عنده قضيه من عام 1435 بالضبط، من عام 1431 35 او 31 لا 35 حسب ما ذكر. والله هي معاناه بالنسبه انه القضيه حقته من عام 1431 وبيتردد، لكن المشكله احيانا تكون في المحاكم، لان هو بيقول انه المحكمه بعيده، المناطق البعيده. بالضبط. فاحيانا المحاكم البعيده هذه المحكمه كلها لا يوجد فيها الا قاضي واحد، وحين القاضي هذا يتم نقله أو انتدابه فتتأخر القضايا اللي موجودة، بالإضافة إلى مماطلة الخصوم. بالظهر اللي صاير معه. بالإضافة إلى أنه هو قد يتأخر أحيانا، فتأخر القاضي مرة وتأخر الخصم الثاني مرة وتأخره مرة، معناته رحنا على سنة. طيب هذه ما لها حل دكتور. تمام. والله شوف الحل الموضوع اللي زي كذا، في عندنا إحنا دائما بندفع للحلول البديلة، دائما بندفع للحلول البديلة. أنا بقول للناس دائما، حتى أحيانا في ناس يروح المحكمة على 5% فرق، يعني هذا يقول لك 100,000 هذا يقول 95، يروح المحكمة. الصلح يعني أوجد صلح، أوجد طريقة ثبت حقك. ترى ما هو عيب أو أني أنا لازم أخذ حقي. ترى المحكمة المفروض أنه ما نلجأ لها إلا في أضيق الحدود. صحيح. إذا استنفذنا كل الوسائل، ما هي هواية الذهاب للمحكمة. ترى مضيع أصل الطرفين، مضيع الوقت أصلا الآن، يعني يبقى لنا ما نروح إلا إذا غلب الحل يعني. نعم. طيب الأولوية راح تكون للي راح يطرحون أسئلتهم عبر الاس ام اس. خلينا نرحب مع عبد الرحمن.
عبد الرحمن. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أختي، الله يسعدك أنت ومواضيعك اللي تمس أطباقنا. أوي يبارك فيك أخوي، تفضل. الله يبارك فيك. موقفين حصلت معي دكتور طارق لو تسمحت وتعليقك عليها. تفضل أستاذ رحمن. أنا طالب في كلية الحقوق وباقي لي 3 سنوات. اللي حصل معي في مجمع، أحد المجمعات، وكان فيها سوق. بس بدون ما تذكر اسمها. بدون اسمها. أي نعم. رجعت بضاعة وعلى اساس ان نريد يستردون الباقي، نقص من البضاعه 40 ريال. نعم. طبعا هي ما تهم ال 40 ريال، ما تهم انك طالب حقوق، اعرف كيف تاخذ حقوقك من بدري. نعم. فنقاش بيني وبينهم الين اتصلت على مشرف السوق، ومشرف السوق ما ادري ايش قال لي، حولنا. المهم سحب علي مشرف السوق اليوم الثاني، واتصلت على وزاره التجاره وكذا كذا. طبعا حصلت يعني على تعليقات 40 ريال وما ادري ايش. طبعا قلت لهم 40 ريال ما ادري، انا ابغى هذه 40 ريال، بعدين انا ارجعها لهم لما يدوني اياها. بالضبط. لكن انا 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 فهمت الفكره اللي انت تتكلم عليها بالضبط. حتى يعني احنا بالاخير، لا دكتور، بالاخير طبعا في يومين ثلاثه رجعوا لي اياها ال 40 ريال. موقف حصه ثانيه خبر الصديق في دكتور، معلش. الموقف الاخر اللي حصل، اخويا كان في مواقف في احد المواقف الموجوده، وكان يمنعون دخول اللي ما معاه تصريح. نعم. اخويا ما معه تصريح، لكن المشكله اللي ما معه تصريح العاده بس يسوون رد، انا ما ندخل ما ندخل ما ادري ومعليش ومعاي. فهذا عسكري دخل فتح الباب وضرب اخويا كفين وشق الثوب حقه وكسر السياره. الله. ايوه. فرحنا استكينا من هنا من هنا، وبعدين رحنا على هيئه تحقيق الدار العام. طيب. جانا واحد محامي قال ترى المعلوميه اذا استكيت حتى لو كان معكم الحد، ترى اقل شيء 3 أشهر حيسجن الاخ اخوك، لن يتبين مع مين الحد. اكتفينا باعتبار العسكري فقط، خوفنا من الناحيه هذه. فابغى تعليقك على الموقفين دكتور. نعم، شكرا لك عبد الرحمن. طيب. تفضل. طيب، اول شيء بالنسبه للمعلومه انه الانسان بيطالب حقه مهما قل، هذا من حقه، وهذا شيء يجب ان احنا بنرسخه في الاذهان. مطالبتنا انا لي فرق ان شاء الله ولو ريال. صحيح. تمام. انا بدي اطلب حقي من خلال وزاره التجاره مهما بلغ وكثر، هذا بيرسخ ثقافه الحقوق وبيأكد عند الناس. ورادع للطرف الآخر، رادع للطرف نعم. الثاني. نعم. الموضوع الثاني، مع احترامي للأستاذ عبد الرحمن، بيقول أخوه عنده ترخيص، وأنه هل العسكري هذا اللي يقصد بو سيكوريتي، ولا هو عسكري تابع للدولة أمنيا، وما دام معه ترخيص ليش يطلع العسكري ويضرب أخوه؟ أنا ماني قادر أستوعبها، يعني كيف أخوه عنده ترخيص وبيوصل للباب والعسكري يطلع يضربه؟ هذه نوع ثاني من الحقوق بعد دكتور طارق. نعم. أنا يعني فكرة، أنا بالنسبة للقضايا أحياناً، أول شيء تخصصي ما هو في القضايا الجنائية، وهذه تعد قضية جنائية بشتى أنواعها، سواء كان الخطأ من الرجل الحكومي أو من الرجل العادي. لكن أنا بتكلم فيه أنه يجب أنه نطرح المواضيع هذه، أنه نطرحها بدون عواطف. يعني ما أطرحها عن قضية عن أخوي. حلو. إذا كان أنا بتكلم على ثقافة عامة، ما بطرح عن موضوع انه خلينا نقعد احيانا نتحيد مع العاطفه. بالضبط. نسمع من الطرفين. نسمع من الطرفين. طب خلينا نروح للمهند، عندنا ما شاء الله اتصالات، ضغط اتصالات. شو مهند؟ السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي. مساك يا اختي امينه، يسعد مساك دكتور طارق. حياك الله استاذ بعد ان شاء الله. تفضل. يعطيك العافيه يا رب ان شاء الله. حبيبي انا عندي سؤال. تفضل. بس انا في كنت شغال في احد الشركات الكبيره. نعم. طبعا هي احد شركات مطاعم. لا. عالميه. ايوه عشان ما تقول ما راح اذكر اسامي. تفضل. تمام. جاني عرض اوفر من احد الشركات الكبيره برضو عالميا، ووقعت معهم الكونتراكت. تمام. على اساس انه تريننج 3 مانث. نعم. الان انا معاهم كملت تقريبا 4 شهور وما وقعت، اللي هو بس التريننج، وقعت معهم الكونتراكت حق التريننج 3 مانث، انه بعد 3 مانث ترى البوزيشن حقك حيكون ستور مانجر. تمام. طيب. اوكي. بعد 3 مانث هذه الى الان انا ما وقعت معهم عقد، ومع العلم في نازل في الاكسل شيت حق الفينجر برنت اوفر تايم وما اعطوني اياه. طيب. انا بقول لك. طيب. ايوه. طيب. كمل لي السؤال. هل انا ممكن اطالب؟ هذه طبعا تعتبر الاكسل شيت ورقه رسميه من نفس. طيب. الاداره. طيب. وتحمل اللوجو حق الشركه. خليك معي انت، خليني انا بسالك بس عشان انا بيت سالك، لانه انت قلت بعض المفردات باللغه الانجليزيه الناس ما عندهم علم بها. انت دخلت تدريب عند الشركه الثانيه مده 3 شهور. يب. على اساس انك انت حتكون مشرف مستودع بعد الثلاث الشهور هذه. مدير فرع، عفوا يا دكتور طارق. انت قلت الان ستور. اوكي. حسيت قصدك. اوكي. حتكون مدير لفرع. فبعد انتهى الثلاث الشهور
انت ما زلت على على راس العمل بالضبط. جهاز البصمه بيقرا انه لك اوفر تايم عمل اضافي ومع كذا ما يعطونا قوة. طيب يا ماجد عشان الوقت طيب اذا هذه الحاله دي انت سواء وقعت معهم عقد او ما وقعت معهم عقد انت مدير فرع انتهى الموضوع لانه انتهى 3 شهور ودوم بعدها يوم يعني فتره التدريب انتهى ودوم بعد يوم وللعامل ان يثبت عمله بكافه الطرق بما فيها ورقه البصمه حقت الدوام او اي شيء اخر من حقه الاوفر تايم صار موظف بعقد غير محدد المده يا استاذ مهند انت الان موظف بعقد غير محدد المده على وظيفتك الحاليه على الفرع الحالي اللي انت فيه بالاجر الحالي حلو ممتاز يلا ناخذ محمد الو اخوي محمد عنده ورقه خلاص صريحه يا هلا يا هلا يا محمد حياك الله تفضل يا هلا مساء الخير مساء الانوار تفضل ومسي على ضيفك كريم حياك الله استاذ محمد الله يحفظك يا هلا انا عندي استفسار البيع الاجل هل اكتب في شيك يعني يكون الدفع بعد مثلا اياك وانا اخوك او الذهاب الى كتابه العدل وتوثيق البيع بحيث انه اذا ما سدد بعد سنه اقدم طيب. على القابل التنفيذ طيب انا بقول لك على شيء اولا شيك لا ايوه يعني وزاره التجاره ما تركت مكان قالت لك حررته فقيدني هذه انتشرت تماما شيك بدون رصيد معناته جريمه لمن صدر الشيك ولمن قبله حتى اللي يقبل شيك بدون رصيد هو يعلم انه لا رصيد لا يعاقب بنفس العقوبه سجن وغرامه فيها سجن ما فيها كلام هذا واحد اثنين طيب ايش الحل الثاني غير الشيك الحل الثاني حاليا انك تاخذ منه سند لامر بنفس قوه حلو. الشيك بنفس قوه الشيك ويعد مستند تنفيذي بس مو سند لامر تروح لهذا اللي يبيعوه في المكتبات ترى هذا اللي يبيعوه في المكتبات غير صحيحه لازم تروح للمحامي او ادخل موقع وزاره التجاره والصناعه في نماذج او ارجع لاحد المحامين يعطيك نموذج ووثقه كيف توثقه بس يا دكتور سمعت انه في نظام في وزاره العدل اللي توثق البيع طيب انا خليني طيب اكمل لك بس يا حمد انا بكمل لك انا بديك الان الحل الاسهل لك انه ممكن اخذ سند لامر اوثقه بشهود وبتوقيع بس بنموذج حل. صحيح ممكن استفيد من المحامي انه يعمل لي السند لامر طيب توثيق البيع الاجل توثيق البيع الاجل اللي موجود في كتابات العدل هو اقرارات الديون بمعنى حاليا انه يقر فلان انا استلفت منك 100,000 أقر إني استلفت منك 100,000 اقترض 100,000 حدفع لك في تاريخ معين حلو بس هل البيع والبيع الآجل اللي تم توثيقه أنا حسب علمي أنه لا لكن إذا أتيحت للموثقين اللي هو موضوع الحلقة اللي احنا نتكلم فيها اليوم فممكن توثيق عقد البيع الآجل وبالتالي نشط الاستثمار حلو طيب احنا رح نطلع فاصل ابي اريحك شوي دكتور طارق رح نطلع فاصل سريع لكن قبل الفاصل خليني اشكر كل اللي قاعدين يرتوتوا مره ثانيه لحلقه اليوم اريد شكرا لك حبيبتي انتم بالعين وعلى الراس يا اريد فارس العتيبي محمد الجهني محمد بوزير الملكه فاطمه يلا اذكركم بارقام تواصلنا اللي حابين يطرحون اي سؤال او استفسار او حابين تاخذون اي مشوره قانونيه من المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق الابراهيم كل اللي عليكم بس انكم تشاركون معنا على ارقامنا التاليه والاولويه للي راح يشاركوني اليوم عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 84770 موبايلي 640660 وزين 746262 اس تي سي على 84770 موبايلي 640660 وزين 746262 وخط هاتفنا المباشر المجاني على 012-61-61-100 وأيضا لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@ألف ألف أم وأتمين العبدالله A3M4E رح نطلع فاصل سريع لكن رح نرجع نواصل معاكم ومع طاقات بلا حدود وأبقوا معنا طاقات بلا حدود نحن نستثمرك مع أمين العبدالله أسئلتكم واستفساراتكم اللي حابين تطرحونها على المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق حمود الإبراهيم كل اللي عليكم بس أنكم تطرحونها معايا اليوم عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي أنا بنتظاركم على 84770 موبايلي 640660 وزين 746262 اس تي سي على 84770 موبايلي 640660 وزين 746262 دكتور طارق رح يعني أنا دائما بقولهم الأولوية للإس إم إس وفعلا اليوم رح أركز عليها أكثر شيء يقول مساء الخير عندي عقد إيجار من مكتب عقار مع مستثمر أجنبي لمدة 5 سنين وملزم بتنفيذ العقد 5 سنوات
انقضى منها سنتين ورفض الاستمرار للسنوات المتبقية في العقد. هذه فهمت هل هو ملزم بتنفيذها ولا لا؟ عقد الإيجار عقد محترم بين الأطراف، بل أنه وفاة الأطراف لا تؤثر في كينونة العقد. حتى وفاة الأطراف ينسحب العقد للورث. الآن الآن هذا المستثمر الأجنبي قاعد سنتين قال له أنا بعدين ما في أدفع إيجار خلاص أبغى أخرج. لا مو كيف من حقه أنه يقيم دعوة عليه ويطلبوا بكامل قيمة مبلغ الإيجار الثلاث سنوات الثانية. من حقه طبعا، من حقه، لأنه هذا عقد محترم بين الأطراف. كيف الواحد يتنازل عنه أنه أنا والله بخرج في أي وقت؟ هل يقبل المستثمر أو غير المستثمر؟ هل يقبل أنه يتم إخراجه؟ يعني بعد سنتين أقول له أخرج مع خلاص ما بقى أو أغير عليه الإيجار؟ أكيد. فإذا لا، إذا الجميع يحترم هذا. نعم، كل الأخوان اللي دازين أسماءهم بسام الحاج وأبو مازن من أبها، يعني موبايلاتكم عشان راح نتصل عليكم. منو معنا الحين؟ خالد. اوه خالد ضطرنا وايد. اخوي خالد الو. الو السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا خالد. معك خالد الغامدي حبيبي. والنعم فيك. تفضل اختي الله يرضى عليك. انا مبسوط اني انكم تاخرت علي لاني دخلت منطقه البث مقطع. لا زين رب ضاره النافعه يعني. زين ايش والله انا قاعد اقول اول واحد دخلوا. يلا تفضل استاذ خالد. يلا يرضى عليك هلا حبيبي. الله مساء الخير دكتور. مساء النور السرور. تفضل استاذ خالد. الله يكرمك يرضى عليك. طبعا عندي اضافه وعندي استشاره. طيب. بالنسبة للإضافة موضوعكم جدا جدا مهم جدا والتوثيق هو مطلب شرعي. الله سبحانه وتعالى في آية الدين أطول آية في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه بينكم وفاكتبوه وإلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يعني أمر الشرعي أكثر يعني والله سبحانه وتعالى والشريعة دائما كفيلة بحفظ الحقوق. نعم. هذا أمر. الأمر الآخر أنا عندي استشارة. إحنا مجموعة عملنا مع شركة كونتراكت إحدى الجامعات. حلو. أنا اشتغل وقعت معهم 10 أشهر. نعم. انتهى عقد الشركة مع الجامعة. حلو. نعم. تبريضانا قدمت أنا أتكلم عن نفسي شخصيا وقعت إخلاء طرف مع الشركة. حلو. نعم. اللي حصل إنه الشركة خلال 10 أشهر هذه ما سجلاني في التأمينات على واحد. نعم. وأنا أخذت منهم مشهد خبرة بالعشرة أشهر هذه. طيب. أخذتها من الشركة. على طول ممكن يضيفونك الآن ويدفعوا لك 10 أشهر ويتحملوا غرامة التأخير هم. ممتاز. هذا شيء. وبرضو كذلك الجامعة يعني وعندي صورة العقد اللي وقعته كذا. جلسنا فترة تقريبا 4 أشهر في الجامعة بدون أي عقد مع أي شركة، لكن ما زلنا نعمل وعملنا موثق في الجامعة. حلو. طيب. لا خليك طيب. معي الحين هذا موضوع مختلف. طب خلص أخوي خالد. أيوة. تفضل. أيوة. عشان نعم. الاتصالات عدرا يعني الآن أنه هو بيقول الأستاذ خلف أنه عمل بعد كذا استمر عمل مع الجامعة. هو كان عقده مع الشركة سين، شركة سين انتهى عقده مع الجامعة وما زال يعمل بدون أجر. الآن ما يجي اللي يثبت لي العمل يقول لك أنا بداهم وبحضر. طيب هل نشأ بينك وبين الجامعة علاقة تعاقدية أم تبرع؟ أنت بتشتغل مع الجامعة مع جهة حكومية يجب أنك تكون داخل عليهم يا موظف حكومي يا تحت نظام التعاقد. صحيح. أما أنك كوني موجود في المحل والله ماني عارف لي خانة من الإعراب هذه تبقى مشكلة. طيب يبغى لي يثبت وضعه. طيب نروح ناخذ ماجد. ماجد الو. نعم حياك الله يا ماجد. تفضل. اسعد الله ايامكم ومساكم الله بالخير. السلام عليكم. حياك الله يا استاذ ماجد. الله يبقيك يا دكتور. انا بخفف السؤال. في عقد مبرم بيني مو بيني انا بين الوالد وبين اداره حكوميه. نعم. الاداره الحكوميه هذه معنيه من الانشطه التجاريه داخل المملكه. الوالد من التجار المملكه. نعم. ومو الوالد عده تجار. نعم. من ناحيه المواشي الاغنام. نعم. كنا في موقع كان الموقع ذا كان حق مستثمر ومستاجرين من عنده حسب المستاجرين الثانيين الموجودين. نعم. صارت الظروف انهم شالوا المنطقه ذي قالوا المنطقه هذه لازم تنقلون من هنا الى منطقه ثانيه. نعم. اها المنطقه الثانيه تابعه للحكومه. نعم. اللي هي سين. نعم. طيب نقلنا في المنطقه هذه وبرم العقد انا وقتها كنت موجود في السعوديه وقريت العقد مع الوالد. العقد فيه جميع النصوص كهرباء موية جميع الخدمات نظافة المنطقة. طيب يا ماجد نزل الوالد في نفس الموقع مع التجار الثانيين. نعم. تجار مواشي. نعم.
معك. اول شيء البنود بنود العقد من البنود. سؤالك يا ماجد. ما البنود موجوده. طيب. فهمت. انا طيب. فهمت قصدك انه انه انت تم التعاقد مع هذه الجهه وكانت الجهه الحكوميه موضعه في العقد انه هذه المنطقة موفر فيها كامل الخدمات بالضبط. ولما نزلوا وجدوا أن الخدمات مي موجودة المفروض أنها يعني تنقص لهم القيمة الإيجارية أو يعوضون عن هذا الأمر، لأنه حتى مع الدولة حتى مع مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية أمر ولاة الأمر جزاهم الله خير ألا يظلم المواطن، هذا في ظلم المواطن. صحيح. أني أنزله أنا في مكان أقول له أنه فيه جميع الخدمات وبعد كده يتفاجأ أنه ما عنده، فهذا يجب نعم. أنه ينقص له في قيمة الإيجار أو يعوض عما تكبدوا من مصروفات. نعم. طيب رح على السريع رح أقول أرقام تواصلنا اللي حابين تشاركوا معي عبر الاسمس. أنا رح أركز على الاسمس. مشتركي الاستيسي على 84-7700 موبايلي 640-660 زين 7462-62 وشموسة دزيلي اسمك رح أخذك اتصال. نهاية بتسأل تقول الورد كم أجر شقة على شخص مدة 3 سنوات والشخص هذا ما دفع إيجار لمدة 1.5 سنة كل يوم يماطل من على طول مباشرة بتروحوا في جهه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاماره. شوف زي هذه الامور بعد نظام التوثيق حتكون من الماضي، بتكون من الماضي هذه الامور حتكون من الماضي، لانه عقد الايجار ممكن اوثقه عند جهه توثيق محامي او جهه التوثيق، بعد كده نروح قاضي التنفيذ مباشره حلو ويخرجه يعني حلو. بس الان تتوجه للاماره على طول يطلبوا فيها الاخلاء، حيطلبوا منهم صوره من عقد الايجار، حيخلوا الشخص بالنسبه للفلوس المبلغ الايجار يقدروا يطلبوه من المحكمه. نعم. طيب امس عليك امينة، شكرا لكم على البرنامج، شكرا ليك اخوي ابو حنين الشهري يقولوا ايضا على زوجتي عيوشة، يلا شكرا ليك. احنا خارج موضوعنا بالمره بس قلت خلينا شوي نغير الاجواء. ناخذ هاني معنا الحين. هاني ولا محمد؟ هاني. ايوه السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، حياك الله يا هاني، تفضل. الحمد لله. كيف حالك يا اكلم بس الدكتور طارق؟ اكيد معك دكتور. انا عندي استفسار، انا طبعا سعودي وشغال في شركه طاقه. طيب. اشتغلت عندهم 3 سنين والرواتب شغاله مستمره ما فيش مشكله. ما لحظه انت اشتغلت في شركه قطاع خاص، اشتغلت معاهم لمده سنه صح؟ لمده سنه. طيب. طبعا يعني بعد 3 شهور بيوروني العقد، فأنا كنت طلعت على لائحة العمل، كان فيه في بعض البنود غير نظامية، فطبعا أنا رفضت التوقيع على العقد. طيب. يعني مثلا لو هو بعد لو هو يحتاج إن أنا أمشي لازم أدفع له فلوس لو أنا عايز أمشي، وهو لو عايز يمشيني يمشيني في أي وقت. لا هذا الكلام مو صحيح، هو العقد محدد المدة؟ العقد محدد المدة يعني طبعا قبل السنة ما تنتهي بشهر أو تقريبا 3 شهور. لازم ابلغهم او طيب. يبلغوني سواء في تجديد او لا. طيب ايش صار دحين؟ السنه استمرت عادي، الرواتب شغاله وانا شغال مندوب والعمولات بتنصرف عادي. فبعد السنه بحوالي شهر يعني خلاص يعني السنه تلقائي تجددت يعني. طيب. المدير اجتمع بينا وطلب ان احنا الراتب هينزل. لا مو من حق مو من حق. الراتب هينزل ولمده شهرين، وبعدين بعد الشهرين بحدد هو طرق الجديد. انزين. وبعد الشهرين دول لو الطرق ما اتعملش هيبقى قدامنا شهر هيبقى عموله بس. طيب. لا لا لا. اعطيني سؤالك يا محمد لانه ما عندي هاني ما عندي وقت. طيب لو هو يعني حب يمشيني فجاه مثلا يمشي. ما يقدر. انا الجديد التلقائي. خلاص انت عندك اقول لك على شيء، انا فهمت فكرتك. انت عندك الان دخلت في سنه ثانيه، المفروض انه الاجر حقك ما حينقص ولا ريال. ما حينقص ولا ريال، ومن حقك اذا ضغط عليك بتخفيض الاجر تقيم دعوه في مكتب العمل تطلب اجرك الى باقي العام. الى باقي العام. صحيح. من حقك ولو ما تداوم. يلا شكرا لك. بس انه لازم حتى لو ما يداوم دكتور. يعني اذا الزمه يقول له لا انت تشتغل انا ما حديك فلوس. ما حديك فلوس او حفصلك او انه او انا حجلسك في غرفه وحدك واقفل عليك او من المسائل التضييق، لانه هذه تكون الماده 81 انه انا ارتكبت بعمل ارتكبت مخالفات مع العامل احوجته فيها انه يقدم استقالته وانه يتقدم شكوى. فهذا من حقه يحفظ كل حقوقه يتقدم بالدعوه ويطلب اجره بالكامل لمده سنه. يلا شكرا لك يا هاني. ناخذ محمد. الو السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي. لو سمحت دكتور انا في شيك حررته قبل تقريبا 9 شهور وقبل انتهاء مده الشيك قبل انتهاء المدة 6 شهور بلغت المندوب تبع الشركة ان الشيك بينتهي وارجو انكم تسحبون المبلغ. انا ما سحب. نعم. والى الان ما سحب المبلغ.
وتصرفنا في المبلغ، ولكن حاليا ما ادري وش الوضع. هل انه اذا كان انت في تاريخ الشيك، انا اربط لك استاذ محمد. طيب اذا افترضت انه انا اربط لك الموضوع الان، اذا افترضت انك احنا مؤرخين الشيك في 15 القاعده، تمام، واثبت انه انا يوم 15 القاعده كان عندي مبلغ يغطي قيمه الشيك، اذا احنا ابتعدنا عن الجريمه الجنائيه. نعم. يبقى الحق الخاص. نعم. تمام. فهو بس انا برضو بقول للناس يا جماعه الخير، ترى شيكات لا حد يوقع مهما كان تحت حلو. اي ظرف يا اخي، لو ابوك طلب وتوقع لك شيك الضمان لا تدي. يلا يعني مبالغه الى هذا الحد. نعم، شكرا لك ابو مازن. وبسام، احنا للناس اللي قاعده ترسل اسمها راح ناخذكم الان اتصالات هاتفية. يقول أنا ماخذ مركبة من شركة تأجير وموقع عقد على التأمين في حالة حدوث حادث مروري، أدفع نسبة تحمل أولي 1000 وتحمل ثاني 2000 وثالث 3000. يقول تفاجأت بعد فترة حدث لي حادث وتفاجأت بأن نسبة التحمل 2500 و3500، اشتكيت، وشو الحل؟ ما هو يقول اشتكى ما شاء الله. ايه؟ على طول يعني هو الشكوى في هذه الحالة. أنا بقول للناس أنك لا تسكت عن أي حق لك. الشركات التأمين يجب أنها تفهم أنه ما لها حق أنها تتجاوز البوليس. الآن بترجع للجان الخاصة بفضل المنازعات التأمينية. نعم. وبيطلب فيها استرداد المبلغ. نعم. طيب حاخد السؤال مودي النمر. شكرا لك. أم عبدالله بتقول أبوي كتب لزوجته أحد أراضي، زوجته أحد أراضي والأرض نفسها هي الأحد أعمامي، وكتبها بدون توثيق، هل الحق لزوجته أنها تأخذها؟ طبعا لا، ما يحتاج. يعني هذا حسب الكلام اللي السبب؟ بتقوله. ايه؟ اول شيء بتقول ان الارض هذه ما هي ملك والدها، اعمامها، هي ملك شخص اخر. كيف انا اكتب ارض ما هي لي باسم زوجتي؟ حلو. طيب هذا ما يصير. ما يصير الا اذا كانت تقصد انه كان متستر. مم. او ان الارض كتبت باسمه فقط لاغراض توثيقيه وهو تصرف فيها. نعم. برضو حتى هذه معناته ما يصح. نعم. لانه الملكيه الثابته للعم عنده شهود وبينات اكيد. يعني يلا رح ناخذ اتصالات. دزوا لي طبعا استفساراتكم اللي تبون تطرحون على الدكتور طارق الابراهيم عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي على 8477700، موبايلي 640660، زين 7462 62، اس تي سي 8477700، موبايلي 640660، زين 7462 62. ناخذ بسام. يلا بسام. هلا. يا هلا بك يا بسام، حياك، تفضل سؤالك. الله يحييكم. بس اسمه بقول للدكتور طارق بس. تفضل استاذ. اخويا تمام كان عمره 17 سنة. نعم. كان متهم في قضية و تمام قبل سنتين تقريبا. طيب. كان متهم في قضية اوكي. اي بس بس المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها ترى كلها طاقات بلا حدود، اعمال يعني الامور الجنائية ما لنا علاقة فيها استاذ. اي اكثر شيء احنا مهنية يعني. انا كنت بس كان قصدي انه لما نوصلت شاركت كنت ابغى تفضل لو اقدر اكلمك بس تحت الهواء عشان ناخذ استشاره منك. طيب اوكي اخوي بسام، خلي الرقم حقك اذا عند موجود الرقم، هو رسل اس ام اس، احنا ناخذ ان شاء الله تحت الهواء. ناخذ بسام. يلا قاعده فدوى تقول لنا الاتصالات. تقريبا الوقت دهمنا، انا راح يعني استغنم بس الدقيقه هذه اللي بقت او اقل. اشكرك اللي قاعدين طبعا رتبوا الحلقه اليوم، عبد الله اغا، روميو شيطون، فارس العتيبي، محمد الجهني، محمد بوزير، كلكم يعطيكم الف عافيه. الوقت دهمنا مره سريع دكتور طارق، انا جدا شكرا تواجدك معنا اليوم، استعجلتك وايد اليوم. ها لا ما شاء الله تبارك الله. يعطيك الف عافيه، مبدع كالعاده دكتور طارق. شكرا استاذ، شكرا جميع المستمعين. انا اعتذر فؤاد الاحمدي، احمد بن تهامه، جابر عسيري، ان شاء الله الاسبوع القادم. بس دزولي اسمكم اخذكم يعني من البدايه، اللي بيشاركوا معنا بالفعل من بدايه الحلقه دزول الاس ام اس عشان انا اقدر اطرحها للدكتور طارق. اليوم كان موضوعنا مستمعينا الكرام عن اثر التوثيق في دفع عجله الاقتصاد. اكيد الشكر موصول للدكتور طارق حمود الابراهيم المحامي والمستشار القانوني، والشكر لكل اللي شاركونا حلقه اليوم سواء عبر الاس ام اس او عبر مشاركاتكم على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@FFM وأتمينة العبد الله، وأيضا مشاركاتكم عبر هاتفنا اللي طبعا اتصالاتكم أو مداخلاتكم اللي دائما ودوما تثري طاقات بلا حدود. وأكيدا ليس أخيرا الشكر موصول لزميلتي فدوى بوغس من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. النجاح الشخصي أكيد ماكو أحد فينا ما يبي ينجح، وأكيد كلنا يعني بنحب النجاح الشخصي. اللي يبون يعرفون شلون ينجحون ذاتيا، كل اللي عليكم بس انكم تتابعوني بكره، حلقه راح تكون اكثر من مميزه، صدقوني لا تطوفونها بكره عليكم الحلقه، لان ايضا ضيفتها راح تكون اكثر من مميزه. بكره راح تكون ضيفتي الدكتوره سميحه خان.
كنت معكم من خلف المايك والإعداد أمينة العبدالله. رح نطروني بكرة في نفس الحزم الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع باقات البرامجية برامج ألف ألف أف أم. الآن أترككم مع زميلتي سهى النجار وأخبار ألف ألف أف أم التي دوما تأتيكم على رأس الساعة. فمان الله.